سلام البنات، كي دايرين؟ اخباركم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده واموركم هانيه. انا رجعت لكم ان شاء الله فيديو جديد. الفيديو ديالي اليوم عندي الحلوه، حلوه الريشبون. شكون ما كيعرفش حلوه الريشبون؟ كلشي كيعرفها، غير انا ان شاء الله اليوم غنديرها بطريقه ديالي الخاصه. اول حاجه نخرج الماركيت نشري الكوك عندي وما يقدنيش وخاصني نشري. انا دابا نخرج وخليكم معايا البنات. كما كتشوفوا معايا البنات، انا رجعت لكم، مشيت للماركت ورجعت وانا جبت الكوك. شو معايا ودابا ان شاء الله نبداو الحلوه ديالنا. يلا البنات انتوا معايا. كما كتشوفوا معايا البنات، اول حاجه عندي الزبده. شوفوا نتوما مارغريتا ولا ليدا ولا لافريغي، كاس ونص تاع سنيده ديال العنبه، ثلاثه البيضات، كاس تاع الزيت، كاس ديال الكوك. الكوك تبقى اختياركم، بغيتو ديرو ما بغيتوش ديرو، اما انا كنديرو. خماره وحده، فاني وحده. بالنسبه لفاني انا ما عنديش النكهه ديال البرتقال، ما صابش عندي في الدار، ندير الفاني باش كيحيد ديك الصفوريه، كيحيد ديك الريحه ديال الصفوريه ديال البيض. والملح كنديرو قريصه الملح. صافي البنات، اول حاجه كملتو معايا البنات، ضفت الزبده ونضيف كاس ونص تاع سنيده ديال العنبه، وندير قريصة ديال الملحة، قريصة كما شتو معايا، قريصة ديال الملحة. صافي كما شتو معايا البنات، ضفت سنيدة ودابا نضيف الزيت، كاس الزيت ديال العنبة، كاس زيت ديال العنبة، ونضيف الكوك. الكوك على حساب اختياركم، بغيتو ديرو مبغيتوش ديرو، داكشي كيبقى على حساب اختياركم. انا درت على حساب طريقتي. صافي، والبنات على حساب الدقيق، ما ذكرتوش لكم الدقيق، تبقى على حساب الخليط، تبقى على حساب الخليط ويكون مغربل على حساب الخليط. صافي كما تشوفوا معايا، ونضيف البيض، ثلاثه البيضات، انا عندي شويه القصعه صغيره هادشي علاش كنت جبتها معايا من المغرب. كما كتشوفوا معايا البنات، بما استجمت الخليط كنضيف الدقيق، قلت لك الدقيق على حساب الخليط، غير هي ما خصهاش تجي قاصحه. جينا شويه ما تجيناش مدقصه، تجي شيشه. بحال هاد الحلوه هادي ريشبو، يعني ممكن لكم تدلكوها، ماشي بحال الحلوه تصابلي صالبي ما كتبغيش تدلك، هادي تجمعوا كيف بغيتو. كما شتو معايا البنات، بما جمعت العجين ديالي، شو شوفي كيفاش كتجي، كتجي شيشه بزاف. شوفوا معايا، وكان نكركبها بحال هكا. شوفوا البنات كيفاش كتجي معايا. دابا انا ندير وحده فوق وحده، في حاله ما اللي بغى يدير يعني وحده
اديرها شويه كبيره هذا المقدار هذا صافي يكركبها كتجي بحال هاك. بالنسبه لي انا ندير وحده فوق وحده يعني نديرها شويه صغيره بحال هكا البنات شو معايا صافي وكنحط في الطاوله ديالي. انتم معايا البنات بما كركبتها شو معايا عرفتي جات هشيشه بزاف. دابا ان شاء الله ندخلها الفرن على درجه 150 كيف قلت لكم انشعل لتحت ما نشعلش الفوق انشعل لتحت حتى تطيب لي من التحت وعاد نطفي عليها وعاد نشعل الفوقاني. شوفوا معايا البنات بيد ما خشيت الحلوه ديالي في الفران ندير باش نسقيها ولا نمرمدها كنضيف كونفيتير كونفيتير على حساب الخليط اللي عندكم يكون ديال الحلوى هذيك الجاري. بالنسبه انا ما عنديش المزهر كاين اللي كيبغي يدير المزهر انا ندير غير الماء شويه الماء كيف قلت لكم البنات ديروا على حساب المقدار اللي عندكم ديال الحلوى ومن بعد عاد نمرمدها في الكوك باش بعدا كندير باش نسقيها وكنضيف معاها شويه ديال الماء وكنخلي شويه يغلى في البوطه ومن بعد عاد كنمرمدها في الكوك. كما شفتوا معايا البنات هي الحلوه ديالي خرجات شوفوا البنات كي جات شفتوا معايا جات هشيشه بزاف وطفيت على الكونفيتير كيف قلت لكم الماء درت شويه الماء شويه يغلى وطفيت عليه. دابا البنات غندير شحال ما خمسة ستة الحبات يتمرمدو في الكونفيتير كما شفتو معايا بحال هكا صافي ونهزو بهاد الصفاي شو معايا البنات هزو بهاد الصفاي بحال هكا. انا درت الكونفيتير ديال الفريز انتم انا عندي في الدار ديال الفريز بحال نتوما ديروا ديال المشماش يكون ديال الحلوى صافي وصفي بحال هكا عرفتي البنات جات هشيشه بزاف صافي وشوفوا البنات شوف كيفاش كتجي يلا نخلي نخليكم معايا حتى نسالي ان شاء الله. انتم يا البنات كما كتشوفوا معايا بعد ما خلصت الحلوه ديالي ريشبون شوفوا كي جات جات روعه جدا والله جات زوينه عرفتي جات هشيشه يلا حبوباتي كنتمنى لكم بالنسبه للمولد الشريف النبوي كل عام وانتم بخير طول العمر ان شاء الله والصحه وما تنساوش تدعموني بلايك وتكومونتيو وتضغطوا على الجرس ديما يوصلكم الجديد ديالي وتسناو ان شاء الله الفيديو ديالي الجاي ان شاء الله. السلام عليكم خليت لكم الراحه.